أنا الجدة الموقرة التي ما عجزت وإن شابت، أنا البسمة المصورة التي ما ذبلت ولا ذابت، أنا النسمة المعطرة التي ما أفلت ولا غابت، أنا العقبة، أنا العقبة، أنا العقبة. أحب العقبة حب عنيف يجتاح كل جوارحي، وزي ما بيقولوها في المثل مسقط الراس غالي، أنا عقباوي أبا عن جد، ولهذا تعلقي بالعقبة فوق ما يتصور أي إنسان. أحبها لأنه العقبة فيها كل مقومات الحياة الطبيعية والبسيطة والسهلة. البحر لي عطاء، ملكة البحر ورزقة البحر برضو تخلينا بيننا ألفة ومحبة ومودة كبيرة جدا. البحر بالنسبة لي عالم آخر فيه المتعة وفيها الرزقة، والصحبة الطيبة والقعدة الرتيبة كده الأليفة يشكل حفلات السمر على أرغام سمسميتنا الحلوة وقعدتنا ولمتنا، بتعني إنه ابن الشواطئ وابن الساحل في بينهم التعاون والألفة والمحبة والمودة. شكلها حلو ونغمة غريبة، بتدندن وبتقول مواويل وبفتح لها قلب الحبيبة. السمسمية العبارة عن ستة أوتار، كانت هي مصاحبة للصياد في الصرحات، كان يجلسوا بعد ما يصيد يقعدوا 20 يوم 30 يوم في البحر، يقعدوا على الشط يولعوا النار ويجيبوا السمك اللي صادوه يتعشوا، وكان يعملوا معزوفات ويغنوا الأغاني العقبوية، حفلات سمر في الليل. آلة السمسمية موجودة على سواحل البحر الأحمر، في السعودية موجودة، في مصر موجودة، موجودة على كل سواحل البحر الأحمر، بس كل بلد إلها طعم بالعزف وإلها عزف خاص فيها. أما كتوليفة نفس التوليفة، طريقة العزف نفس طريقة العزف، بس برجع عادي إلى مناخ البلد اللي أنت عايش فيها، مختلف النظام عن هذا. العقبة سكانها كوكتيل كبير جداً، فبتلاقي في أصولهم الحجازي السوري المصري، لكن أهل العقبة اتفقوا على لهجة محلية خاصة بهم. لو تكلم العقباوي مع العقباوي أكيد الزائر أو المستمع اللي أول مرة يسمع لهجة العقباوي حيقولها إيش بيحكوا هذولا، احنا زي ما بيقولوا العقبوي ايه بيتكلم ده ايه بيقول. احنا اللهجه عندنا في العقبه مختلفه يعني عن باقي المدن في المملكه. العقبه جايه في النص، مصر السعوديه سوريا كلهم معظم، يعني تيجي تقول لو نتكلم عن معظم الاغاني اللي بتوصلنا بلهجتهم احنا طبعنا على اللغه هذه،
يعني هسه لو يجي معي واحد مصري اتكلم معاه بتكلم مصري دغري معه. واحنا طبعا عندنا لهجتنا الخاصه قريبه، تقدر تقول 60 70% للهجه المصريه. سكان العقبة هم أهل المنطقة والمناطق المجاورة، لأن العقبة تنقلت بتبعيتها لأكثر من دولة كانت تابعة لمصر حتى عام 1892، ثم أصبحت تابعة للحجاز حتى عام 1924، ثم أصبحت تابعة لإمارة شرق الأردن عام 1925. هذه التنقل في التبعية الإدارية كان يأتي الموظفين من هذه المناطق ويسكنوا العقبة، فشكلوا نسيج أهالي العقبة. فأهالي العقبة هم عبارة عن نسيج من سكان المنطقة كلها اللي تحيط في العقبة. جد والدي كان أحد الأسرى في اليمن للأتراك، أخذوهم جندوهم ليكونوا حرس للقلاع الممتدة من المدينة المنورة حتى سيناء. فكان الجد جاء لهنا للأردن، والعقبة كانت بطبيعتها تتشكل من أبناء الأقطار العربية. طبعا أسماءهم كثيرة، هم حوالي 52 أو 54 عائلة. اليساينة من حلب، الكبارت الكبريتي والضابط من غزة، وهذول قبل 36 وقبل الحرب العالمية الأولى يعني. العائلات في من المغرب العربي، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، عائلات مثل السنوسي مثلا من ليبيا، البسيوني من تونس، في المغربي، عائلة المغربي من مراكش، اليماني من أصولهم من اليمن، عائلة رضوان من الحجاز، الفاخري من الحجاز. وهذه العائلات بينها مصاهرة وتزاوج، ولذلك كلمة يا خال شائعة، لأنه كل ولد خاله من عائلة ثانية. محلنا محل أقدم محل صالون حلاقة في مدينة العقبة، تأسس سنة 1948. هاجرنا من فلسطين، من بير السبع تحديدا، توجهنا إلى العقبة مباشرة. أول ما دخلنا للأردن وتحديدا للعقبة، يعني كنا نسكن عند عائلات موجودة بالأردن، لقينا كل المحبة، كل الأخاء. وهذا المحل فيه له قصة يعني شوية غريبة. المحل هذا تأسس كان صالون وساعاتي، اثنين أصحاب اجتمعوا في المحل، واحد عنده صالون والآخر بيشتغل ساعاتي. الحجم اختلف جدا جدا جدا. مدينة العقبة كلها كانت حارة أو حارتين ما تتجاوز، حتى عدد السكان نسمتها ما كان يتجاوز 2000 نسمة. وإذا ذكرت أي شخص لأي شخص مباشرة يعرفه ويعطيك تفاصيل حياته من الألف إلى الياء. اليوم أكيد الدنيا تغيرت كتير. مدينة العقبة هي مدينة سياحية ومدينة تراثية، تتميز بأعمال يدوية كثير بنسميها هاند ميد كرافت. يعني مثلا عندنا الهاند ميد زي ما بيشتغل والدي، اللي هو تعبئة زجاج الرمل الملون، وهذا إشي مميز عندنا وإشي يعني بيجذب السياح بشكل مباشر. هذه الصنعة لها قصة أو قصص، لكن الرواية الصحيحة لهذه الصنعة هي أيام الانتداب البريطاني زمان. كانوا يعبروا عبارة عن خيام وتكنات في الصحراء موجودين،
فيشربوا العصير ويرموا الزجاجات الفارغة. فبيجي طفل من البادية، طفل صغير بدوي، بيمسك هالزجاجة الفارغة وبيحط فيها ألوان، ببلش لون فوق لون فوق لون. من هون بدأت الحكاية. الرمل طبعا معروف احنا وين بنجيبه، عندنا ما احنا مشهورين في عندنا منطقة وادي رم، في عندنا البترة، هي البترة مدينة وردية. ليش سموها مدينة وردية؟ لأن فيها أيضا كتير ألوان كتير طبيعية سبحان الله. طبعا هاي طبيعة خلابة ميكة من رب العالمين، بالإضافة لوادي رم. وادي رم أيضا تتميز، عندك الرمل، فيها الرمل الناعم، الرمل الخشن، في عندك الرمل الصحراوي، في عندك الرمل الجبلي، في عندك أيضا نطلع على الجبال بنضيف في ألوان سبحان الله، بتلاقي الأزرق، بتلاقي الخمري، بتلاقي البني، مشتقات اللون البني كلها موجودة طبعا. وإحنا أيضا بنتميز إنه إحنا دائما بنركز على الألوان الطبيعية. السائح مرة يجي عندنا هون بدور على شيء طبيعي، بقول لك أعطيني إشي من البلد، إشي أنت بتصنع، إشي طبيعي، إشي ياخده سوفينير. ما دامت مدينة العقبة مدينة ساحلية وخاصة مطلة على البحر، ولو انه خليج لكنه الخليج متفرع من البحر الأحمر، معروف تماما انه في البحر فيها ثروة السمك. المهنة الأساسية لأهل العقبة كانت صيد السمك، كان ننتج انتاج سمكي كبير جدا. يعني ما قبل الحرب 67 كنا نصدر إلى الضفة الغربية وجنوب سوريا وشمال السعودية من إنتاج السمك العقباوي القح. أنا الصياد فادي خالد يعقوب شويخ، صياد أباً عن جد، أبوي من قبل جدي، وهذا البحر بحرنا وبحر العقبوية وتراثنا. بيبدأ يومنا من بننزل الصبح الساعة 6:30 7 تقريبا، بننزل بنروح بنجيب نجلب الطعم، بنجيب طعم سمك صغير عشان نصيد فيه الأسماك الكبيرة. إيش ما بتجيب سمك صغير، إيش ما بتجيب بإذن الله سمك كبير. وبنبلش معانا لغاية المغرب، يعني بنروح المساء، بننزل الصباح بنروح المساء. بالنسبة لنا احنا ابناء العقبة البحر يعني مش بس مجرد رزقة، يعني روحنا ودمنا البحر. يعني انا بالنسبة لي لما بطلع من العقبة زي السمكة، كيف السمكة تطلعها من المية؟ احنا نفس الشيء العقبوية، يعني بطلع من المية زي السمكة اعتبره مات. بالنسبة للصياد إشي أكيد يعني مصدر رزق وقوتهم وقوت عيالهم. يعني إذا ما صاد سمك أولاده إيش بده يأكله؟ ما في، هو مصدر الرئيسي إلهم للصيادين اللي هو البحر، لا بيأكل ولا بيشرب، إذا ما ترزق حتى الباقي على الله. أيام جدودنا وأيام زمان بالنسبة للصيادين العقبة كانت اللنشات عندهم القوارب قواطر كلها خشب وما خشب ومن الحكي هذا. الأيام هاي في تطور، في عندنا مشغل في الحرفية فيبر جلاس طبعا، فيش خشب نهائي، كله فيبر. وتطورت زي ما انت شايف الانشاءات حواليها كلها فيبر وما فيبر، ما ضلش خشب يعني. الصيد في عندنا مواسم، بيجيك كل 3 شهور موسم. هسه عندنا هيك الايام هاي موسم اللي هو القنابره والفتل، موسم التونه. بالنسبة للطبخات اللي بنقولها احنا، في عنا الصيادية مشهورة يعني معروفة بالنسبة لأبناء العقبة، بيجيك عنا بنسوي قلي، شوي، كشنة. الكشنة هاي طبعا أكلة زاكية بس مش الكل يعني إلا أبناء العقبة بيفهموا فيها وبيعرفوا فيها. لما نروح يعني في بيزيد معانا طعم الطيور بشكل عام اللي بتاكل الاسماك، ومن الاسماك بنرمي لها اياها على الشط وخدها، والحمد لله حتى الله يبارك لنا برزقتنا. بس نخلص صيد بنيجي على الشط وانا بنشطب، بنلاقي في ناس بتستنى فينا يعني في انتظارنا، يعني بدها سمك طازه بتحب تاخذه من على الشط.
والباقي إذا ضل معانا سمك بنوديه على المسبكة زي السوبر ماركت، عندنا مسامك لصيد الأسماك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يطلق ليهم يطلق ليهم ما شاء الله. شلوة شلوة تمام تمام. لو تحدثت عن الأكلات الشعبية في بالعقبة، معروف في أردننا الحبيب إنه الأكل الشعبية بكل المحافظات ومدن وقرى وأرياف الأردن بتناولوا وجبة المنسف، بس في العقبة ما دامها إنها مدينة شاطئية ساحلية وفيها سمكة، إحنا بنحب الأكلات البحرية. وأهم حاجة لو جه أي ضيف أي زار العقبة بقول أنا شام ريح السمك نفسي آكل أكلة عقبوية على أصولها، حنوكله الصيدية العقبوية. دويت يا هلا يا خالد. ما شاء الله ما شاء الله. شلوة لعقيب موحة. هسه علاقة أهل العقبة بالصيدية هاي علاقة عشق طفل لأمه. هاي الصيدية معروفة، يعني عندنا بالعقبة هون الصيدية هاي معروفة. أي ضيف بيجيك أي مناسبة بتصير بالعقبة عندنا اللي بده يعمل معاك الواجب بيعمل لك صيدية، طبعا العقبوية مش أي صيدية تانية. تعرف العقبة هي البلد الوحيدة بالأردن ساحلية على بحر، وأي شيء سمك مرغوب عندنا بالأخص الصيادية العقبوية. اليوم جتنا سمكة من البحر العقبة طبعا مع الحج، جابلنا سمكة هامور اللي هي الشلو، بحكي لها احنا بالعامية بالعقبة هون بسمها شلو. مناطق تانية بسموها الهامور اللؤز، الهامور المنطقة الغزير، يعني بيجي من غمق 600-700 متر تحت المي. واليوم جابلنا اياها، وهي هاي السمكة افضل سمكة في العقبة تنعمل على صيدية، بما انها سمكة العقبة مش مستوردة. صيدية العقبوية الاصلية طبعا تنعمل عن طريقة البصل المحروق، بتقطع البصل المحروق وبنقله، بعدين بناخده على الخلاط نضربه بنفرمه على الناعم عشان نمزجه مع البندورة الناعمة برضو على نفس طريقة البصل، بنحط في طنجرة عشان ناخد منه الصوص بتاع الصيدية العقبوية الاصلية اللي بده ينسلق فيها سمك الصيدية. مش انه نقلي السمك قلي، لا، الصيدية العقبوية بتختلف عن باقي الصيديات انه السمك نفسه بنسلق بالصوص تبعه، عشان لما ناخذ الصوص تبعه نعمل منه الرز، تاخذ رز نكهته سمك تطلع معك الصيدية العقبوية الأصلية. بعد ما اكلنا صيدية وشبعنا ومحلاه، بتيجي عنا تحلية، تحلية التم اللي هي الحلويات العقبوية. حلويات نوعين، في مستمرة على مدار السنة كاملة، وفي مناسبات في رمضان. خلنا أقول الحلويات العقبوية اللي هي اللحوح اليماني، اللحوح اليماني، لكن اللحوح العقباوي يختلف في تجهيزه عن اللحوح اليماني. كلمة اللحوح مأخوذة من كلمة اليماني اللحوح. احنا بنجيب الصاج اللي بنسوي عليه الشراك، خبز الشراك معه، لكن العجنة تبعتها بتكون طرية كتير لزجة، في ناس ممكن يدخلوا عليها محسنات، ناس بيحطوا زبيب، ناس بيحطوا جوز هند مبروش، بس العقباوي بيحط لها السكر يا إما مطحون أو رش كل طبقة بطبقتها مع السمن البلدي الأصيل. وكل ما تشبع وحتقول يا ريتني ما شبعت، حاكل تاني وتالت. مقهى الشناوي تقريبا تأسس عام 1960، كان لجدي المرحوم محمود شناوي، هو كان مطعم ومقهى في هذاك الزمان، اختص في حلو اسمه الحوح. تقريبا 80% من المعاصرين في العقبة ما بيعرفوا، لأنه العقبة كبرت، استقطبت ناس من كل محافظات المملكة للعمل بعد تطور المدينة والميناء والشركات الكبرى اللي صارت فيها المدينة. كان مقهى الشناوي ملتقى لجميع أبناء العقبة، كانوا رواد هذا المقهى المسؤولين اللي في هالميناء والموظفين والعمال البسطة والصيادين
لأنه جنب المقهى كان في محل سمك معروف، تقريبا كل صيادين العقبة يجوا بيعوا سمكهم فيه بعد ما يرجعوا المساء من صرحة البحر زي ما بيقولوا. فئة الناس البسيطة اللي بتيجي من القرى المجاورة للعقبة تتمون أسبوعيا من هالقمح والشعير من إخواننا من البادية الجنوبية. حاولنا إحنا كأحفاد نجدد الفكرة هاي بالشكل التراثي تبع مدينة العقبة ونبين العقبة بشكل مختلف، نرجعها للفترة القديمة اللي هي فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. يعني إحنا كل التفاصيل الصغيرة حاولنا نبين العقبة زمان، حتى كاسة الشاي اللي بنقدم فيها، حتى فنجان القهوة، حتى الصحن، حتى الصينية، كلها مواد كانوا يستخدموها أهالينا في الأربعينات وبالثلاثينات وبالخمسينات، وفي الفترة اللي كانت العقبة فيها بعدها قرية أهلها معدودين على الأصابع لا يتجاوزوا 500 شخص. كل جيل في العقبة له عادات وتقاليده، وله من هاي العادات والتقاليد اللي هي الألعاب من أول موعيته هي موجودة، وهي كانت لعبة الآباء والأجداد. كانت عندنا لعبة صحيح منتشرة في العقبة بشكل كبير اللي هي لعبة السيجة، بس عن طريق الطاب. والطاب هذا هو عبارة عن أربع عيدان من أغصان الجريد، بنقطعهم على أساس هذه العيدان تكون متساوية الطول، وبتكون لها وجهين، وجه لون أخضر على لون الجريد يعني، والوجه الثاني اللي هو اللب اللي هو الأبيض اللي موجود. طبعا أكيد إنه هاي اللعبة مأخوذة من البيئة، لأنه إحنا اللي زينا يعني بنستغل دائما العناصر اللي موجودة في البيئة. فاحنا لما بنيجي وين بكون تجمعنا اكثر شيء، تعرف منطقه حاره وكذا، بنيجي وين؟ منطقه الحفاير. هاي منطقه الحفاير هاي ارض ساحليه اول شيء، وهاي الارض بتشتهر بزراعه النخيل لانه قريبه من البحر، قريبه من المي. الارض اللي بتكون قريبه من الساحل بكون مش شرط انها تكون المي كلها مالحه، بتكون في عندنا ايش مي حلوه يعني في هذا. فاحنا اذا فحرت على يعني مقدار متر أو مترين تطلع المي. هاي المي استغلت لعملية الزراعة في العقبة، فهمت علي كيف ولا لا؟ يعني ما في عندنا هذا. فبتلاحظ أنت في هذا بتلاقي كل حكورة بحفروا لهم آبار بنسميه أو بير، هي مشهورة بالنخيل. وجوز يمكن أكبر يعني أقل شجرة بكون عمرها فوق 50 سنة 60 سنة، يعني هذه يعني عبارة عن التاريخ. هاي أول إشي النخيل، وكما تلاحظ أنت أكثرها كلها بأجر نخيل. اثنين، تزرع من البقوليات، يعني في عندك السبانخ، السلق، الملوخية، يعني الخضروات هذولا، حتى الفجل، البصل، يعني جميع ما يخطر على بالك من زراعة خلينا نقول صيفية تقريباً، أو إذا بتحمل درجة الحرارة العالية شوي، كلها يعني زراعتها ناجحة. كانت العائلة العقبوية عندها اكتفاء ذاتي بكل سواء مواد غذائية أو مواد خلينا نقول حيوانية. أنت لما تيجي تحكي عن أرض العقبة وخاصة أرض الحفاير تحكي عن تاريخ العقبة، تراث العقبة. يعني أنا لما أجي أقول لك أنت عقباوي أقول وين ساكن، وين أرضك، وين كذا، فهي تعتبر كهوية لأبناء العقبة. وعشان هيك إحنا نتمسك بتاريخنا، نسخ في هويتنا اللي موجودة هاي، لأنه هي اللي بتدل على مدى وجود العشائر في العقبة منذ تاريخ معين أو كذا. هاي الأراضي هي اللي بتثبت يعني حقوق الشخص في هذا البلد. كثير نعرض علينا بأسعار كذا، لكن معظمنا يعني أبى أنه يبيع رغم من ضيق الحال. مدينة العقبة مدينة تاريخية
لها موروث ثقافي، ومن موروثاتها الثقافية اللي هي صناعة القوارب الخشبية. الصانعين اللي كانوا يصنعوا هاي القوارب وكانوا يشتغلوا هاي القوارب وصنعوها هم عبارة عن ناس عوام، يعني خلينا نقول بلغتنا أميين، ما بقرأ ولا يكتب، ولكن عنده عمق هندسي من خبرة من دراية. مجرد ما كان ينظر للخشب أو ينظر للوح الخشب أو ينظر لجسم القارب يعرف إنه في خلل ما، هو كان عمق هندسي وراثي. مع مرور الزمن ووجود الآليات الحديثة بدت الصناعات القديمة تنقرض شيء في شيء لظهور مواد بديلة. يعني كان القارب الخشب مثلا يقعد 4 شهور 5 شهور حتى ينصنع، لما ظهرت مادة الفيبر جلاس ومادة الألمنيوم بدأ يأخذ 2 شهر، بعدين صار ظهرت مادة الفيبر جلاس الآن اللي كل العالم بتعامل فيها وهي لقلة التكلفة ولقلة الصيانة. فبدت الأمور يعني كقوارب خشبية قديمة بدت تنقرض، ولكن إحنا من محافظة على هذا التراث ومن حبنا لمهنتنا بدينا نصنع ونطور صناعتنا مع التطورات العالمية، مع المحافظة على الديزاين والشكل الخارجي للقارب بحيث ظل تراثي وشعبي، لأنه تراث مهم تتناقله أجيال. تاريخ ما بموت، منحاول إن دائما وأبدا ننبه على أولادنا. أنا مثلا في هاي المهنة من 35 سنة وأنا بشتغل في هاي المهنة، علمت لأبنائي، علمت لصنايعيين ثانيين، حتى نحافظ على هذا الطابع، نطور أنفسنا مع التطورات وبنفس الوقت نحافظ على البيئة والشكل القارب اللي ظل شعبي، اللي ظل تراثي، حتى يظل التراث موجود. رغم توفر وجود قوارب في الصين وفي دول أوروبا وبعض الدول العربية، إنما الصياد العقباوي صاحب القارب الزجاج العقباوي هو مصر على أنه ظل تراثه موجود ومحافظ على هيبة كل قارب. ورفض رفض تمام انه يستورد قارب صيد، يصر انه هو يصنعه هون في بلده، يصر انه يصنعه لانه هاي تعتبر هويته. هذه عمي مناسبة عرس ابني محمد. بندعي جميع الأحبة والأصدقاء والنسائب والحبايب على عرس ولدنا محمد. هذا اليوم ببلش أول أيام العرس، بنسميه إحنا اليوم سهرة. هاي العقبة جدودنا من زمان كانوا يسموها أول يوم سهرة، تعليلة سهرة للشباب. وحدنا في الضيوف بيجوا باكوا بيهنوا بتقهوا بيشربوا شايهم وبغنوا عنا الشباب أهل العقبة والشباب والأصحاب والأحبة، بذبكوا اللي هو رفيحي، هاي معروفة عنا في العقبة هون لازم يسعجوها، سعجة اسمها رفيحي أهل العقبة من تراثهم من زمان، الأباء والأجداد من قبله. عاداتنا وتقاليدنا بالأعراس لا يمكن المساس بها، يعني محافظين عليها كل أهل البلد. نبدأ تفتحية السهرة والسمر برفيح، تجتمع الشباب كلياتها وتشبك مع بعضيها بشكل نص قوس أو نص دائرة قوسي وبيبدأ برفيح. موجود في الوسط عازفين الطيران ولاعب السيف. لاعب السيف هو يعني رونق الحركة، يبدأ اليمين مثلا بصدر البيت وممكن يعاد نفسه صدر البيت عند المجموعة الثانية، أو إنه المجموعة اليمنى تتغنى بصدر البيت ورد عليهم المجموعة الثانية بعز البيت. خلصنا من الرفيعي والسحجة والعرضة،
يجي دور السهر والطرب على أنغام السمسمية. الموسيقى بنكون حاجزين طبعا فرقة السمسمية مع المجموعة تبعته مكونة من 10 أنفار. آلة السمسمية احنا عنا هون بنعزف فيها في الأفراح، إلنا أغاني خاصة للأفراح، البلد الثاني بتلاقي إلها أغاني خاصة بالأفراح. الأغاني الأعراس عنا مختلفة عن الأغاني البحر والصيد. الأغاني الأفراح إحنا بنغني عن العريس، بنغني عن عائلة العريس. البحر مختص بالتعب والشقا والصبر. بنبلش نعزف أغاني للعريس ونجيب الحبايب ونجيب أصحابه ونرقصهم، وبنبلش معاهم إحنا تقريبا من بعد 10 لا وجه الفجر وإحنا بنعزف. طبعا الليله بنذبح، في عنا 3 جمال ان شاء الله بنذبح له اياهم الساعه 1، الساعه 3 بنخلص الذبح، حفله للشباب مع غناني مع هذه. بكره الغد ان شاء الله بنقدم وجبه بخاري، وجبه المحبين كلهم توارثناها من عند ايام ابائنا واجدادنا من زمان الدنيا، اكله يعني لقمه لله هي اول شيء. البخاري طبعا مثل ما قلت لك انه من نذبح الجمال ويشربنا بقدر من المجسوم الأغنام. كمان في ناس مثلا أهالي الراشدية ما بيأكلوا الجمال البداوة، بيأكلوا أغنام، أخرهم كمان أغنام. البخاري مكونة من رز له نكهة معينة هيك، اللون الأصفر تقلب مع الحمص، بهار بصل مع خلطة بهار خصوصا إلها، بنقدمها بصدور، الناس تخش أفواج أفواج، كل مين بيأكل اللقمة وبيسلموا أهل العيس وتشكوا لهم وبقولوا الله يبارك لكم. بعض أكلات شعبية عربية وفدت في العقبة، خلنا أقول حاجة حتى عنا من العقبوية اللي أصوله يمني. البخاري أكلة يمنية حلوة إحنا استطيبناها، وعشان كده درجة في العقبة صارت من الأكلات الشعبية العقبوية. إنها المناسبة الرئيسية البخاري يقدم بمناسبة الأعراس الأفراح، يعني بيسموها المدة، لما بيصيروا فرح عند فلان من الناس بيعزم الناس أو مبلغهم إنه اليوم أو بكرة الغداء المدة بالساعة الفلانية كذا. أسلم طريقة وأسرع إشي ولمت الناس مع بعضهم على البخاري. العقبة هي مدينة طبعا منذ قدم التاريخ. إذا بدنا نرجع لمسمى الحقيقي لمدينة العقبة، لماذا سميت العقبة؟ لصعوبة الوصول في ذلك الزمان إلى المنطقة. نلاحظ أنه في قديم الزمان لا يوجد طرق طبعا إلا طرق بدائية، وكان يعني من خلال ركوب الجمال والخيل كان صعب جدا الوصول إلى هذه المنطقة. لكن يعود تاريخ العقبة إلى أكثر من 3000 سنة. هذه هي بقايا مساكن مدينة أيلة الأدومية، هذه الجدران الطينية،
التي كان بناؤها عن طريق الشد والحل. منطقة أيلة هذه عبارة عن حصن يحيط بها سور انسيابي مزدوج عالي جدا، وداخل هذا السور كانت توجد المساكن والمصانع. أيضا الأدوميون عرفوا الكتابة، وجدت بعض الفخاريات اللي موجودة أمامنا عليها بعض الكتابات المخربشات مثل الخط المسماري والخط العربي القديم وخط المسند، وهذا يدل على علاقات تجارية بل على ثقافة عالية كانت موجودة. بعدها أتت الحضارة النبطية طبعاً 400 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. الحضارة النبطية كان الأصل الأنباط آتوا من اليمن وشبه الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة. كانت مدينة العقبة هي مدينة استراتيجية في تجارة الحرير للأنباط. طبعاً تنطلق القوافل التجارية من منطقة العقبة إلى سيناء، وسيناء طبعاً لا تبعد، هي على الجانب الآخر من ضفة البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة. بعد الأنباط جاء الرومان وأحتلوا المنطقة في عام 64 ميلادي. نحن الآن نقف أمام بعض بقايا أيلة البيزنطية التي كانت في العهد البيزنطي، وإن صح أن هذه المباني قد استخدمت كنيسة، فيعتقد أنها من أقدم الكنائس في العالم إن لم تكن فعلاً هي أقدم كنيسة في العالم. عندما وصل الإسلام إلى منطقة العقبة بنوا المسلمين مدينة مشهورة في العقبة وسميت إيل الإسلامية، ولها أربع بوابات. البوابة الجنوبية هي بوابة مصر، والبوابة الشرقية هي بوابة مكة، والبوابة الغربية هي بوابة فلسطين، والبوابة الشمالية هي بوابة الشام. وما زالت الأثار موجودة إلى عصرنا هذا في مدينة العقبة. مدينة أيلة كانت تابعة للعهد البيزنطي، والنبي صلى الله عليه وسلم فتحها صلحا في السنة 9 للهجرة، وهي سنة 630 للميلاد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يريد أن يغزو المدينة، لكن شفع لهم أحد الصحابة فأرسل إليهم وفد ودخلوا في الدولة الإسلامية صلحا. وبعد ذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بردته إلى أهل أيلة التي بقيت عند أهل أيلة حتى أخذها العثمانيون. المدينة الإسلامية مدينة أيلة بنيت في عهد عثمان بن عفان، مدينة مربعة الشكل لها أسوار عالية، لها أربع أبواب رئيسية، باب مصر، ونحن الآن ندخل من باب مصر إلى داخل المدينة، وباب الحجاز، وباب البحر، وباب الشام، وكل باب سمي حسب الجهة التي ينطلق منها. هذا الشارع هو الشارع الرئيسي لمدينة أيلة، وهو شارع مصر، يمتد من وسط المدينة إلى باب مصر. هذا الشارع عبارة عن مجموعة من الحوانيت على جانبي الشارع ومجموعة من البيوت المتلاصقة. تميز البناء في مدينة أيلة بأنه يعني صنع من الحجارة المشذبة والمهذبة وأنواع مختلفة من الحجارة الجيرية والحجارة البازلتية، وأيضا لونت بعض الحجارة واستخدمت الحجارة الملونة في بناء هذه المدينة. كانت مدينة أيلة تسمى ذات نخيل وأسماك لكثرة صيد السمك فيها ولكثرة النخيل فيها، حيث كان لها ميناء رئيسي يقع على الشاطئ. هذا الميناء مغمور تحت الماء، وقد كانت ذات أسوار عالية ومربعة، وهذا المسجد يقع تقريبا في وسط المدينة في الناحية الشمالية. مدينة أيلة تعرضت في القرن الخامس الهجري، تعرضت إلى سلسلة من الزلازل دمرت معظم المدينة وهجرت معظم أهلها، ثم جاء في نهاية هذا القرن أيضا الغزو الصليبي في العهد الفاطمي الذي اضطر سكان المدينة إلى هجرانها، وأصبحت هذه المدينة مهجورة وانتقلت بعد ذلك إلى المنطقة إلى شرق الخليج. بعد الاحتلال الصليبي لمدينة العقبة قام صلاح الدين الأيوبي بتحرير المدينة من الصليبيين وإعادتها إلى حاضرة الدولة الإسلامية. في هذه الفترة تم نقل المدينة التي خربت في الشمال إلى هذه المنطقة، وهنا بني أول برج أيوبي أو مملوكي.
فترة المماليك طبعا في القرن الثالث عشر تمركزوا في منطقة العقبة للوجود الاستراتيجي على رأس البحر الأحمر، فبنوا قلعة في العقبة في فترة السلطان قاسو الغوري، وما زالت القلعة شاهدة إلى عصرنا هذا، وتم ترميم جزء منها طبعا في فترة الهزات الأرضية اللي حصلت في المنطقة، ويوجد فيها الآن مركز زوار للسياحة، ويوجد فيها متحف في القلعة في وقتنا هذا. كانت العقبة في نهاية القرن الثامن عشر عبارة عن القلعة فقط، ولم يكن حولها أي سكان، وكان أهل العقبة يسكنون داخل القلعة. لو أطلع أنه من ارتاد المكان هذا كانوا تجار وقوافل التجار تيجي المكان، أأمن ليهم كانت قلعة العقبة تستعمل نزل لبضائع التجار المنطقة، أأمن ليهم من حيث الحماية، ووضع ثاني إنه خلنا نقول حتى راحتهم. في القرن الثامن عشر خرج أهل العقبة وهم عبارة عن الجنود الذين كانوا يحموا القلعة، خرجوا إلى خارج القلعة لما ضاقت بهم القلعة وزاد عددهم، خرجوا خارج العقبة وبدأوا ببناء المساكن والشوارع والدكاكين والمزارع، فأسسوا مدينة العقبة الحديثة وهم عبارة عن الجنود اللي كانوا يخدموا هذه المنطقة ويحموا القلعة في القرن الثامن عشر قبل 300 عام. هؤلاء شكلوا نواة سكان أهالي العقبة اللي بنوا مدينة العقبة الحديثة والتي أصبحت حاضرة البحر. هذه القلعة كان أهالي العقبة يجلسون فيها ويجلسون في ظلها ويلجؤون إليها في الحروب وفي القصف، فكانت تشكل جزء من تاريخ وتراث مدينة العقبة. العقبة في الحرب العالمية الأولى كانت في قلب الحدث، وقد تعرضت لكثير من الهجمات. قصفت العقبة في الحرب العالمية الأولى أكثر من مرة، هدمت القلعة وهدم الكثير من بيوت المدينة، أيضا شرد أهلها واستشهد عدد من أبناء المدينة. لكن الحدث الأبرز اللي كان في العقبة حقيقة هو الثورة العربية الكبرى. منذ أن انطلقت الثورة العربية الكبرى عام 1916 أصبحت العقبة محور هذه الثورة. في عام 1917 وبتاريخ 6/7 دخلت جيوش الثورة العربية الكبرى إلى مدينة العقبة، كانت انعطافة في مسيرة الثورة وفي مسار الثورة العربية الكبرى. والسبب أن لولا احتلال العقبة ودخولها في الثورة العربية لأصبحت الثورة العربية فقط داخل الجزيرة العربية ولم استطاعت أن تخرج للشمال. احتلال مدينة العقبة فتح المجال أمام جيوش الثورة لتنطلق إلى الشمال، فتضم كافة مناطق الأردن ثم تدخل إلى سوريا وتدخل إلى دمشق. هذا البيت اللي هو بيت الشريف الحسين بن علي يعني تم بناؤه عام 1919، وعندما قدم الشريف عام 1924 إلى العقبة نزل في هذا البيت. هنا في هذا المكان الذي نجلس فيه جاءت جميع عشائر العقبة ووجهاء وعشائر المنطقة وبايعت الشريف الحسين بن علي. من هنا انطلق الشريف الحسين بن علي إلى معان ثم إلى عمان، وهناك بويع بالخلافة. إحنا مجرد ما انطلقت رجالات الثورة العربية الكبرى تكاثفت معه أبناء الأردن كلها، كل القبائل والعشائر، حتى على مستوى فردي لقينا حالنا أنه نستقبل الأشراف، بمعنى أنه ورفض الاستعمار كاملة. أهالي العقبة قدم دعم كبير جدا للثورة على المستوى المالي، جمع أهالي العقبة 4,000 ليرة في تلك الفترة، وأيضا قدموها كمساهمة للثورة العربية الكبرى. انضم عدد من أهالي العقبة كجنود
في الثورة. أيضا قدموا منازلهم، كانت العقبة مهدمة وكانت القلعة مهدمة ولم يجد يعني قادة وجيوش الثورة سواء كان أفراد أو قادة أو ضباط لم يجدوا مساكن، فاستطاع أهل العقبة أن يفرغوا بعض مساكنهم ويسلموها للشريف. أيضا قدموا قواربهم لنقل الجنود، أيضا أحضروا أكثر من 3000 بعير وجمل لنقل جيوش الثورة من العقبة إلى المريغة وإلى الجويرة. ولأهمية منطقة العقبة ومدينة العقبة في مسار الثورة العربية أيضا وضعت سارية الثورة العربية في ساحة الثورة العربية هنا أمام بيت الشريف الحسين بن علي لترمز على هذه المرحلة التي مرت فيها الثورة العربية الكبرى في العقبة. هذا فخر واعتزاز كبير جدا، سيما وإن مقابل السارية تحت السدرة عند بير الأسد في وثيقة مصورة موجودة منحوتة على الحجر مصورة مبايعة أهل العقبة لرجل الثورة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. قبل الاحتلال 48 كانت العقبة قسمين، مدينة العقبة المعروفة على الشاطئ الشرقي وأم رشراش أو المرشرش كنا نسميها. أم رشراش في الجهة الغربية، لما تطلع يعني في جبلين متقابلين، الجبال الشرقية في مدينة العقبة والمدينة والجبال الغربية في أم رشراش. صراحة هي كانت تتبع بالسابق مع منطقة العقبة إدارتها وعسكريتها ومن جميعها، لكن بعد احتلال فلسطين الغالية فوجئنا بأنه أم رشراش سميت بتسمية لا نعترف بها. ولو أقول حاجة، ولو أنه في المغربية وأشوف ضواو أم رشراش كما قال الشاعر: هذه المشاعل في الشطوط مشاعلي والساحل الوضاء ذلك الساحلي، لا ننساها وليها أثر. مدينة العقبة تعرضت لمجموعة من الهجرات، أهمها كانت عام 1948 عندما تم احتلال فلسطين. هاجر كثير من أبناء وبالذات من أبناء منطقة السبع، منطقة بئر السبع إلى مدينة العقبة. كان عدد سكان العقبة تقريبا حوالي يعني 600 نسمة، قدم إليهم أكثر من 2000 نسمة من فلسطين. أهالي العقبة استقبلوهم وأسكنوهم داخل بيوتهم، حتى حاول بعض المسؤولين أن يخصص مناطق ومخيمات للاجئين، لكن رفض أهالي العقبة أن يتم إسكان يعني الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات، وأسكنوهم داخل بيوتهم وأسكنوهم داخل مزارعهم وقدموا لهم كل الدعم وكل المساعدة. لذلك تجد أن العلاقة في العقبة بين أهالي العقبة الأصليين وبين اللاجئين الفلسطينيين كانت علاقة متداخلة جدا، لدرجة أنهم يعني مباشرة يعني انصهروا داخل المجتمع العقباوي وأصبحوا جزء من أهالي المدينة، وشاركوا في الانتخابات من ثاني أو ثالث سنة سكنوا فيها العقبة وفازوا بالبلدية وشكلوا بعض المؤسسات والجمعيات وفتحوا المحال، بل حتى يعني أحدثوا نوع من التقدم يعني والازدهار في والحركة التجارية في مدينة العقبة. أهل العقبة ناس طيبين بسيطين بيحبوا الضيف، وأكبر مثال إنه ممكن تشوف في العقبة خليط مجتمعي مختلف، ممكن ما بتلاقيه إلا بعمان، بس ما بتلاقيه بنفس الترابط الموجود بالعقبة. هون الناس بيعرفوا بعض، أصحاب بعض، إقراب على بعض، نسايب بعض. أنت لما بتحكي مدينة كانت بالخمسينات والستينات عدد سكانها 1000 بني آدم 2000 بني آدم، إجوا عليها أبناء الوطن من كل المحافظات في فترة إنه صارت المينا بعد 67، واختلطوا هالناس ببعض وناسبوا بعض.
أنا أين؟ أنا بنت أدوم، الفرح الذي يدوم، الماضي البعيد والحاضر الجديد والمستقبل الوليد. أنا مركب الزمان ونخلة المكان وسمسمية الألحان